مجلة نيو لاينز الأمريكية تقول إنها حصلت على وثائق مسربة تثبت تهرب روسيا من العقوبات عبر قروض قدمتها لنظام الأسد. أنباء عن هروب رجل أعمال مقرب من النظام بحوزته 3 مليارات دولار. ناشطون سياسيون واجتماعيون ينشئون حركة سياسية في السويداء وهدفها تفعيل الحياة السياسية والوصول إلى دولة ديمقراطية. أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب اليوم. حصلت مجلة نيو لاينز الأمريكية على مستندات مسربة تفيد بأن روسيا قدمت قرضين بإجمالي 1 مليار دولار أمريكي إلى نظام الأسد شرط أن تستخدم الأموال بشكل حصري لتدفع لشركات روسية وللتهرب من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. روسيا تتهرب من العقوبات من خلال قروض مهينة لنظام الأسد. مجلة نيو لاينر كشفت عن مستندات سرية تؤكد أن روسيا قدمت قرضين للنظام بقيمة 1 مليار دولار أمريكي للتهرب من العقوبات، واشترطت أن تستخدم هذه الأموال لتدفع حصريا لشركات روسية خلال 6 أشهر. الشركات الروسية تتبع لصديقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جينادي تيمشينكو ويفغيني بريغوجين المعاقبين أمريكيا وأوروبيا. شروط القرض تلزم النظام باستخدام كامل المبلغ بحلول 30 من شهر حزيران عام 2021، مع فرض غرامة على الأجزاء غير المستخدمة من القرض. التقرير قال إن النظام لم يكن سعيدا بهذه الاتفاقية بسبب شروطها وكان يشعر بالإهانة، مضيفا أن الكرملين قد انخرط في مماطلة بيروقراطية وقام بإعادة التفاوض في اللحظة الأخيرة وعامل النظام بشكل عام كقوة إمبريالية. أهم السلع التي يستوردها النظام وفقا للاتفاقية هي القمح والديزل والسكر وأعلاف الدجاج وأكثر من 20 نوعا من الأدوية، ولم يتم تسليم القمح الروسي في الوقت المناسب ناهيك عن جودة القمح الروسي والسلع الأخرى المشترات إذ كانت دون المستوى مقارنة بالمعايير الدولية. اللافت أيضا أن شركة القمح الروسية عرضت القمح بسعر 355 دولارا أمريكيا للطن الواحد بعد الاتفاق مع النظام على سعر 340 دولار في وقت لا يتجاوز فيه سعر طن القمح 260 دولارا في السوق الدولية. التقرير أوضح أن هدف روسيا من العقد هو تصفية ديون النظام تجاه هذه الشركات، فبعض الديون هي لسلع وخدمات قدمتها روسيا عام 2004. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد سمير الطويل الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي من باريس. أهلا بك سيد سمير. هل يمكن أن تشرح لنا عن آلية التهرب من العقوبات من خلال القرض الروسي للنظام؟ مساء الخير لك أستاذ المشاهدين. مساء النور. في البداية طبعا أي اتفاق يعقد من قبل جانب روسيا وأي شركة أوروبية أو غربية هو خلق لعقوبات قانون قيصر يعني المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أصلا يعني خلق العقوبات الأوروبية والعقوبات العربية والدولية التي فرضت على النظام نتيجة سلوكه طبعا ضد الشعب السوري مع انطلاق الثورة السورية في العام 2011. سبق أن قام الجانب الإيراني كما فعلت روسيا اليوم بفتح خط ائتماني بتأمين نفس السلع تقريبا يعني، وقيمة العقد تقريبا يعني 1 مليار دولار، قيمة مشابهة تقريبا لخط الائتماني الإيراني. لم يجدي النظام يشكو الآن من قلة الموارد وشح الموارد، وأصلا الفساد لا يتيح إدارة هذه الموارد الشحيحة أصلا. روسيا دولة تدخلت في سوريا في العام 2015، فرضت شروطها على النظام، حصلت على استثمارات سيادية، حصلت على الساحل السوري، على المرافق، على بعض الشركات، على بعض المناطق. إذن هي دولة فعلا استعمارية تفرض شروطها على دولة تتبع لها. فلذلك النظام يجب أن يلتزم بالتعليمات المقررة من الجانب الروسي، وعليه فإن حاجة النظام إلى القمح تدفعه إلى
إلى الهروب طبعا باتجاه الروس، لأن الآن الحرب الأوكرانية الروسية أثرت على إمدادات القمح من العالم. النظام استجر كميات من القمح الأوكراني خلال الفترات أو السنوات القليلة الماضية. وهنا أريد أن أسألك سيد سمير لو سمحت لي، كيف يمكن أن ينعكس هذا القرض وشروطه على النظام من جهة وعلى الوضع المعيشي للسوريين في مناطق سيطرته من جهة أخرى؟ النظام بحاجة إلى القمح، ومع بداية الحرب الأوكرانية الروسية لم يعلن النظام، لم تكن حكومة النظام شفافة للإعلان عن المخزون الأساسي من مادة القمح. إيران تمد النظام السوري بمشتقاته النفطية، لكن روسيا لا تقوم بالفعل ذاته، يعني بمد النظام السوري بالقمح والنفط، والنظام الآن هو لا ينتج النفط ولا ينتج القمح. وتراجع إنتاج القمح من 4 ملايين طن قبل عام 2011 إلى نصف مليون طن حاليا، يعني بالعام 2020-2021، والنظام بحاجة إلى كميات كبيرة من القمح قد تتجاوز 2 مليون طن. إن لم يقم الجانب الروسي بتزويد النظام بالقمح، يعني وفق اتفاقيات، لكن الروس بحاجة إلى الدولار، بحاجة إلى العملة الصعبة، بحاجة إلى سداد الديون من قبل النظام، والنظام لا يملك الأموال اللازمة لسداد الديون. هنا النظام يرضخ إلى التعليمات الروسية وهو غير قادر على الإيفاء بالتزاماته، رغم حصول الجانب الروسي على الاستثمارات السيادية، لكن هذا الأمر غير كافي لتسديد فاتورة التدخل العسكري الروسي في سوريا. أشكرك السيد سمير الطويل الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، كنت معنا من باريس. ونبقى مع معهد نيو لاينز الأمريكي الذي أشار في تقرير له إلى توسع تجارة الكبتاغون في الشرق الأوسط وضلوع عائلة الأسد وكبار أعوانه وحزب الله فيها. واستند التقرير إلى حساب قيمة المضبوطات والتي قدرت القيمة المحتملة لتجارة التجزئة فقط بأكثر من 5 مليارات دولار، والذي يعتبر قفزة كبيرة مقارنة مع عام 2020 حين كان يقارب 3.5 مليار دولار. ويوضح التقرير أن العقوبات المفروضة على النظام خلال سنوات النزاع جعلته يستخدم هذه التجارة وسيلة للبقاء سياسيا واقتصاديا. تواردت أنباء عن هروب رجل الأعمال الموالي للنظام والمقرب من عائلة الأسد أبو علي خضور من مناطق سيطرة النظام في ظل تردي الوضع المعيشي وغلاء الأسعار. الأنباء المتداولة عن هروب رجل الأعمال المقرب من ماهر الأسد وزوجة رئيس النظام أسماء الأسد والمدعو أبو علي خضر أثارت جدلا واسعا حول صراع يدور داخل أروقة النظام ويطال مقربين منه. طاهر خضر والمعروف محليا بأبو علي، المولود عام 76 في صافيتا بمحافظة طرطوس، ذاع صيته من خلال استيلائه على العديد من الشركات المحلية وتحكمه بعدد من حواجز الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد. ذكرت صحيفة هنا سوريا الموالية أنه فر من البلاد وبحوزته 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك ربما يأتي على خلفية اعتقال قوات النظام لثلاثة أشخاص مقربين من خضر ثم استدعائه للتحقيق وفق ما ذكرته منصة الشرق للأخبار. كما أكدت صحيفة جيفارا طرطوس وشبكة أخبار نور حلب المواليتين أن هروب الخضر كان بسبب اعتقال صهره إيهاب الراعي المسؤول عن حواجز الفرقة الرابعة، في حين علق الصحفي السوري زياد الريس على الحدث بالقول إن أبو علي خضر أخذ حصته وغادر البلاد دون أن يحدد أحد من الناشرين وجهة رحيله وكيفية تخطيه العقوبات الغربية على نظام الأسد بإخراج الأموال من البلاد. أن كل هؤلاء عندما يكتنزون المال يهربون خارج سلطة النظام للحفاظ على أموالهم، هي سياسة النظام التي يعني تعج بالفساد وتنتج مافيات من الفساد، ولذلك هنالك الكثير من الفاسدين الذين سيتبعون أبو علي خضر وغيره من المنتفعين على حساب الشعب السوري.
الحملة على الخضر وأزلامه تأتي في ظل تردي الوضع المعيشي وغلاء الأسعار، ومع انشغال الداعم الأول للنظام روسيا بتطورات الحرب الأوكرانية والحديث عن انقطاع توريد القمح خلال وقت قريب إلى مناطق سيطرة النظام. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزراء المجموعة الوزارية العربية في العاصمة الروسية موسكو، قال إن مسألة عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية ستحل قريبا. وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أكد خلال تصريح صحفي الأسبوع الماضي أنه لا قرار حاليا حول عودة سوريا إلى الجامعة وأنها قد تتطلب سنوات، مضيفا أن دعوة رئيس النظام لقمة الجزائر تتطلب توافقا عربيا. قتل 5 عناصر من الفيلق الثالث بينهم القيادي محمد حمدو بربوري إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون على حاجز عسكري للفيلق في منطقة سجو شمالية إعزاز. الهجوم الذي وقع بعد منتصف ليلة أمس جرى خلاله اشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وباستخدام بيك أب ودراجات نارية، في حين انتشرت قوات من الفيلق الثالث على طول المنطقة للوقوف على ملابسات الحادثة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. غلاء الأسعار في المناطق المحررة يحد من قدرة السكان على شراء المأكولات الرمضانية. تتصدر بها الشاشات وتؤثر مباشرة على حياتنا وقراراتنا. أحداث اقتصادية نقرأها معا ونحللها، نفسر ببساطة مصطلحاتها. كونوا معي أنا عبادة حيدري في برنامجكم اقتصاد كل. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب اليوم. شكل عشرات الناشطين في السويداء حركة شبابية سياسية بهدف تفعيل الحياة السياسية للخروج من الأزمات المركبة التي تعصف بسوريا حسب ما جاء في بيان الإشهار. وضمت الحركة في انطلاقتها 46 شابا وشابة من ناشطين سياسيين واجتماعيين، وبحسب شبكة السويداء 24 فإن من أهداف الحركة السعي للوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية مستقلة ليبرالية. كما أشارت الشبكة إلى أن المجتمع يعاني من غياب الهويات السياسية والمجموعات المنظمة ذات الفكر التغييري أمام كثرة الفصائل ومنظمات المجتمع المدني. وينضم إلينا السيد سمير عزام منسق تجمع السوريين العلمانيين الديمقراطيين من السويداء. أهلا بك معنا سيد سمير. ما هو الجديد الذي ستضيفه الحركة الشبابية في السويداء؟ السويداء كما يعلم الجميع انتزعت حريتها السياسية، ويوجد بها حرية فكر وحرية رأي، لا قيد على الأفكار، لا قيد على التجمعات السياسية. تندرج هذه الحركة جديدة، خطوة إيجابية حقيقة، أن نرى مجموعة من الشباب والشابات يجتمعوا لإعلان حركة سياسية جديدة. حقيقة هذا الأمر طبيعي بعد الفشل الذريع الذي فشل به أطراف الصراع بالأزمة السورية خلال العشر سنوات المنصرمة، وهذا الأمر طبيعي ناجم عن فترة التصحر السياسي التي امتدت 60 عام
حيث ألغيت الأنظمة الدكتاتورية، ألغت السياسة، وبالتالي حدث هذا التصحر ونتج عنه هذا الضياع السياسي وهذا التشرذم الذي رأيناه في العشر سنوات الماضية. هذه الحركة وغيرها من الحركات التي ستنشأ أو نشأت سابقا هي تندرج ضمن حراك سلمي فعال وله أهمية لتنشيط الحياة السياسية والحركة السياسية بالمحافظة. طيب برأيك إلى أي حد يمكن أن يؤثر التشكيل الجديد على الوضع السياسي والأمني في المحافظة؟ الوضع الأمني، النظام كلنا نعلم ليس له سلطة فعلية بسويداء، يقوم بأعمال أحيانا اغتيالات أو تدبير عمليات خطف، ولكنها يتم ردعها بشكل أو بآخر دائما. تأثير النظام بالسويداء فقط محصور بمكاتب له يعني وبالمؤسسات المدنية، أما على صعيد الشأن الأمني والعسكري لا أثر أو لا تأثير بالغ على الوضع بالسويداء. تندرج هذه الخطوة كما ذكرت بسياق الحريات السياسية والحريات الفكرية المتاحة للجميع هنا دون قيد من أحد. طيب كيف تتوقع أن تكون علاقة الحركة الشبابية في السويداء مع نظام الأسد أو رد نظام الأسد على هذه الحركة وتفاعله مع أنشطتها؟ النظام ينظر بعين الريبة على أي حركة سياسية أو حتى يعني الفصائل التي دافعت عن السويداء يناصبها العداء منذ البداية، وبالتالي لا نتوقع من النظام إلا مراقبة هذه الحالة أو هذا التشكيل الجديد، وسنرى لاحقا ماذا يمكن أن يتصرف، ولكن كما ذكرت إمكانياته بالتصرف محدودة. أشكرك السيد سمير عزام، منسق تجمع السوريين العلمانيين الديمقراطيين، كنت معنا من السويداء. قال مدير مشفى ابن سينا للأمراض العقلية والنفسية في مناطق سيطرة النظام أيمن دعبول، قال إن عدد الأخصائيين النفسيين في مناطق سيطرة النظام يصل إلى 45 طبيبا فقط. وأوضح دعبول في حديث لإذاعة ميلودي اف ام الموالية أن حاجة سوريا من الأطباء النفسيين تصل إلى حوالي 10,000 طبيب، مشيرا إلى أن نقص الاختصاص ليس وليد اليوم، إذ كان عدد الأطباء في عموم سوريا قبل عام 2011 يصل إلى حوالي 60 طبيبا على حد قوله. أمام عجز الأطباء عن كشف حالتهم المرضية المحيرة والمخيفة، أطفال ينزفون دما من عيونهم وآذانهم وأنوفهم، فيما يقف عدم امتلاكهم لوثيقة الحماية التركية عائقا أمام إجراء الفحوصات للأطفال في ولاية شانلي أورفا التركية. التقرير التالي والتفاصيل. عندي ولد وبنت ينزفون دم من أذاناتهم من خشمهم ومن عيونهم وأحيانا من إثمهم. واحد من الولد معاه شحنات كهربائية بالدماغ، احنا دخلناهم على تركيا عن طريق المشفى، فما عرفوا علاجهم ولا شيء، وهم حالتهم يعني حرجة يعني بحيل خطرة حالتهم، ووقفوا لهم الكملك بعد فترة، انطوهم كملك رجعوا وقفوا لهم إياه، وهسا احنا ما نقدر لا ندخلهم لا على مشافي ولا على أي شيء ولا نقدر نعالجهم. المطلوب انه يا يلاقونا علاج مثلا هون يفعلون الكملك نعالجهم هون اذا بي لهم علاج اذا التقى لهم علاج، او يسافرونا برا تنعالج الاطفال، يعني حرام هذول الاطفال شكون يدون يعملون. الحاله تجيهم بالشهر تقريبا 25 مره، يكون ما بيمشي فجاه تطق اذانهم خشمهم دم، حتى الدم جامد يكبي، اخذهم اطلب سياره الاسعاف اخذهم يعني وينطونهم يسحبوا منهم دم، يجون عادنا يظل يعني تقريبا بما يطلع التحليل يقول لي خذ الولد، ما بين علينا شيء نهائيا. تطول حالة النزيف من بين 10 دقائق ربع ساعة تقريبا، وبعدها يصفرنون يعني ما يتوازنون ويتورمون، وأكثر شيء يظل الدوخة مستمرة معهم. الأطفال كانت الدم اللي كان ينزل منهم كان يعني دم نظامي، أسعتينا من 15 يوم وجاي دم جامد، يعني قام كل ما زال السوء حالتهم. البنية يعني على طول تشكي من راسها، خصوصا من الجهة من هنا حيل تشكي من راسها، يعني وضعهم حيل تعبان، ويعني ما أعرف شكون أريد أعملهم، لا عندي كملك إني أمشي بيهم أتحرك بيهم، سيارة الإسعاف ما تشيلهم إلا يكون الكملك بإيدينهم.
أول قبل ما يطلعون المريض يقول لك انطينا الكملك. أنا أريد إذا لاقي علاج لهم هنا يتعالجون ولدي، وأول شغلة إنه بلش الله إنه يشغلوا لهم الكملك تا أقدر أتحرك، يعني هالساعتين حتى إذا بدي أخذهم مثلا على غير منطقة ما أسترجي أخذهم لأنه الكملك واقف. وإذا ما لقينا لهم علاج إنه بلش يعني شي جهة ثانية تطلعهم برا يتعالجون. أعلنت حكومة النظام البدء بتطبيق نظام توطين المخابز في مدينة دمشق وريفها وفق ما أعلنته وزارة التجارة الداخلية. وقالت الوزارة إن المواطن الذي صدرت بطاقته الذكية من ريف دمشق يشتري الخبز من مخابز الريف حصرا، أما من كانت بطاقته صادرة من مدينة دمشق فيشتري الخبز من مخابز المدينة. وفي ذات السياق قال مراسل حلب اليوم إن قرار حكومة النظام تسبب بمشكلة كبيرة للأهالي، حيث فشل معظمهم بالحصول على مخصصاتهم من الخبز بسبب مشاكل في تطبيق الآلية الجديدة. غلاء الأسعار وتدني الأجور وفقر الناس المتزايد عوامل حرمت معظم العائلات من أطعمة كانت تعد أساسية ويمكن للفقير والغني أكلها في شهر رمضان. اليوم أضحت أبسط المواد الغذائية صعبة المنال لكثير من العائلات السورية في مدينة إدلب. المزيد في التقرير التالي. أكلة رمضانية بامتياز وتقليد قديم، غالبا هي في رأس قائمة المشتريات اليومية لأي عائلة سورية. المعروك بأشكاله المختلفة والنكهات والإضافات المميزة التي ترضي كافة الأذواق تحول إلى سلعة غالية الثمن لا يستطيع الفقير شراءها دائما. أكثر الصايمين يعني روح ألبوا المعروك برمضان، وهو شغل عين بتاكل، ثاني شغل تاكل فيه هذيك السنة يعني قد نص تاكل فيها السنة، يعني مثل هالمعروك كنا نبيعها هذيك السنة بخمس ليرات، كانت لتر الزيت بعشرين 22 ليرة، هذا لتر الزيت بخمسة وأربعين 42 43، فإجباري بدك تبيع المعروك يعني شيء يوفي معك، يعني مثل هاي المعروك تبيع أنا هذيك السنة بعشرة، هلا بعشرة ما توفي بس مالها 15، هاي محشية عجوة زبي، كل شيء غالي يعني بتعرف أنت، فإجباري من غلي. غلاء الأسعار لم يقتصر على المعروك فقط بل شمل كل الأطعمة والخضار. رغم ذلك نجد المخابز ومتاجر المعجنات تعمل بكامل طاقتها لتلبي الطلب على المعروك والمعجنات الأخرى، كل يشتري بحسب قدرته والقليل منهم يؤمن كل احتياجاته. أسعار كل شيء غليان وكل شيء عم يغلى، والله يعين هالشعب. في أسباب حقيقية وفي جشع بنفس الوقت. الأسباب الحقيقية إنه الغاز والطحين، إنه الطحين اللي هو مكون أساسي المعروك غلي، وفي جشع من التجار وطمع باتجاه الشعب. مع دخول شهر رمضان ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية في إدلب، ما زاد العبء المالي على ضعيفي الدخل وأعاد ترتيب أولوياتهم. الغلاء والنقص حاضران، كذلك الأجواء الرمضانية المميزة في المدينة وإن كانت بأضعف الإمكانيات. تشتهر مدينة أريحة بأطباق الحلوى غنية النكهة وأهمها الشعيبيات، حلويات بمذاق طيب في منطقة تعاني من فقدان المواد الغذائية. تبسطها يد وتلفها بهذه الطريقة وتتركها مرتبة لفترة من الزمن، ويد أخرى تحشوها بما لذ وطاب وترصفها بانتظار أن تشوى وتنضج ويضاف لها قطر يعطيها مذاق آخر. حلوى شعيبيات، حين تذكر لا بد أن يخطر ببالك اسم أريحة، المدينة الإدلبية المشهورة بصناعة الحلويات. وفي عند شاد أكلة الشعبيات، أكلة طيبة كتير، كانت عالم من زمان قبل الأوضاع والأمور هاي كانت تجي مخصصة لتأكل هيك أكلة بأريحة، لأن كانوا يصنعوها بشكل جيد وبشكل نظيف كتير وطيب كتير يعني. بوصفة خاصة ومراحل سريعة ينجز أبو وليد مهمته، ويتحدث عن سهولة تحضير العجينة ومكوناتها وتشكيلها وكيف تصبح جاهزة للأكل بمذاق رائع بعد أن كانت مكونات متناثرة هنا وهناك. الشعيبيات أريحة معروفة مثل العلم، وطريقة العجين يعني ما بدها شيء، كتير سهلة ومريحة، يعني طريقة العجين شوية كربون شوية قطر، نخلطهم ببعضهم ونعجن العجين بالعجالة، تريد عجين بتم نعجنها لتنعم، بعد ما تخلص من ريحة شوي شايت ربع ساعة
وبعدين بنقطع تقطيعات صغيره شارب 60 70 غرام ومنبلش فيها. في عده طرقات يعني عده مراحل للعجين للشغل، في تسميم في توريق، وبعد التوريق مريحه شوي بعدين بنبلش نعبيها. يعني في عندنا جوز، في عندنا قريشي، اللي بده على طلب الزبون بده اياه، في لبن. بنكهات عدة وحشوات مختلفة تنتشر الشعبيات كصناعة رائجة في أريحة، رغم غلاء بعض المواد الأولية كالطحين وفقدان مواد أخرى كالسكر، إلا أنها تبقى في مقدمة أطباق الحلويات هنا في مدينة إدلب وريفها. ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك على موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. إلى اللقاء.